اليو نظارة شديدة نظارة نحسان كايند اوف لكن عادي. هاي ازيكم كيفكم اخباركم احوالكم ان شاء الله طيبين وعلى طول صحة يا رب. مشتاقين يا جماعة شفت الليلة معي منو حبيب الشعب يا الناس دي في الانستجرام في تويتر في فيسبوك في اي حتة انت مهند ما عملت معهم انت مهند ده ليه ما قاعد مشغول والله مشغول لسه ولا صح خلينا نعمل اذا انت مشغول حضرتك. الفيديو اللي احنا عملناه ليه عايزين نتكلم فيه عن شنو؟ هو ان احنا كان بنتناقش قبل يومين كان في حوار كده فكرنا ان الحوار اللي كنا بنتناقش فيه ان نقوله اللي عشناه هذه نحاول نقوله كده قدام الكاميرا يعني maybe someone يستفيد منها yes. ممكن زول يكون مثلا حصل له موقف قريب منه يقوم يستفيد منه او زول اصلا ما حصل له موقف زي ده لو حصل له لقدام يقوم يعرف يتعامل معاه وكيف. نحن بقدر الامكان ما عايزين نقول نحن عايزين نوضح هل فهمنا شنو من اللي حصل وعايزين طيب. نوضح نحن وصلنا لشنو وصلنا هنا كيف وبس نحاول نتناقش ببساطة الحاجة ان نتونس معاكم يعني بالضبط عن شنو عن شنو اوكي. مبدئيا حنتكلم عن موضوعين موضوع التقدير اول حاجه والثاني موضوع الاهتمام. حنبدا بموضوع التقدير واحكي لكم القصه بتاعت موضوع التقدير دي جات كيف وتقدير شنو بالضبط. الحصل انه ما اعرف مانث اجو او كم شهر تقريبا عاده السيستم بتاعنا في اليوم انه يوم الجمعه ده اليوم اللي هو الغسيل العالمي يوم الغسيل العالمي لاي حاجه هو غسيل البيت والنظافه بتاعت البيت كلها الغسيل بتاع الملابس ويوم بتاع ريلاكسيشن كده تمام ده السيستم بتاعنا اللي احنا مثلا في 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 يومنا بالطبيعي او يوم الجمعه بالذات عاده الحياه دي بتعملها نهضه. هل حصل انه هي كانت تعبانه يعني عديل يعني بجد اي كنت عيانه عديل فما كنت قادره اعمل الحياه اللي انا بعملها اللي هو صحيت من الصباح ما واعي اصلا مش انه تعبانه ولا مرهقه لا انه لا أم not capable حتى إنه أنا مثلاً أكل نفسي أشرب نفسي فبيقولوا قضيانة خالص بالضبط. عملت شو أنت؟ فأنا قررت إن أنا أعمل حاجات بدالة لأنه أنا كنت مضايقة شديد لأنه أنا كان عندي إحساس بأنه الله أنا الأسبوع بتاعي مزحوم شديد وأنا شغال الأسبوع كله فبالنسبة لي كوني يوم الجمعة يفوت وأنا ما أغسل هدومي ده معناها إنه في احتمال بنسبة 99% إنه أنا تستنى لحد الأسبوع ده. صحيت بدري تمام قررت إن أنا هعمل الحاجات دي كلها وستارتد بديت بعمل حاجات حسب السيستم بتاعي انا بعمله انه انا بعمل الحاجه بخلصها بعدين بقوم بعمل الحاجه اللي بعدها يعني مثلا نظافه البيت حقوم انظف البيت اخلص منها بعدين امشي اشوف موضوع الغسيل. لقيت انه الموضوع ده هياخذ زمن هياخذ زمن طويل شديد بقيت بحاول اتذكر النهضه كان بتعمل شنو فكنت بتذكر انه مثلا النهضه بتكون مثلا فاتحه بتطبخ تمام وفي نفس الوقت في حاجه في الغساله بعد شويه بتلقاها بتكنس وبتمسح كلهم على بعض وقادر ان هي تعملهم كلهم خلاص فقلت اوكي خلينا انا اقوم اعملها بنفس السيستم اللي هي كان بتعمل بها الحاجه. I finish early صراحه خلصت بسرعه تمام وعاده انا الجمعه ذات بكون شغال يعني عاده ما يعني الجمعه بالنسبه لي ما اجازه عاده بكون شغال فانا عايز اخلص الحاجه عشان امشي اشوف شغلي. فلما خلصتها بعد ما قعدنا نفطر كده الحاجه كانت في راسي وفي تفكيري ان يا اخي انا امي بتعمل الحاجه دي for the past 30 بالضبط ل 30 سنه اللي ورا كانت بتعمل الحاجه دي يوميا او اسبوعيا او المهم اختي نفس القصه yes. تمام لاولادها تمام بتعمل الحاجه دي بشكل يومي هذه كانت صعبه شديد. انا كان بس شاغل تفكيري في اللحظه دي انه انا ابريشيت وات ماي مام ديد فور اس بجد انه انا مبسوط جدا من الحاجه اللي كانت بتعملها امي لينا. كنت كان عندي لها تقدير خاص كده بعد الحاجه دي يعني بعد ما عارف اليوم ده بعد اليوم ده في اللحظه ديك بالذات بعد ما خلصت الموضوع ده وانا بعاين لك الاحساس اللي كان جواي احساس بتاع تقدير تمام ما احساس بتاع انه يا اخي كده قومي خلي الدلع انت مثلا ما عيانه على قدر كده قومي شوفي شغلتك ولا بتاع كان عندي الاحساس بتاع تقدير انه يا اخي انا مقدر امي على الحاجه اللي هي بتعملها مقدر اختي جدا على الحاجه اللي هي كانت بتعملها مقدر كمان زوجتي على الحاجه اللي هي بتعملها يعني فبقيت بفكر في انه يا اخي شي دوينج ذس افري داي تمام شي نيفر كومبلين بالضبط وما بتكون متضايقه لكن كونك انت بتعمل الحاجه دي افري داي تمام لا بيختلف
الحياة دي مرهقة، مرهقة جدا. القصة تقدير، انك انت بتقدر تعب زوجتك، بتقدر تعب اختك، بتقدر تعب امك اكيد، لان الاهم بصراحة بالتقدير. كنت بفكر فيها من ناحية تانية، انه هي كل اللي هي عايزاه منك بعد ما هي تتعب التعب كله، انك تقول لها يا اخي ثانك يو، كتر خيرك، كتر خيرك، الله يديك العافية. بالضبط، الله يديك العافية، الله يحرمنا منك. والله والله ما دارين كرويجة لكن عايزين ذهب. الفكرة في انه، الفكرة في انك تقول ثانك يو، خلاص انا مقدر تعبك، انا مقدر المجهود اللي انت بتعمليه في البيت. بنفس الحاجة دي، ازواج كتار رجال، نحن حاليا نتكلم بمنطقة الرجال، حيحب جدا انه هو يسمع من زوجته يا اخي والله انا مقدر تعبك، انا مقدر انك قاعد تطلع من الصباح بتشتغل عشاننا. الفكره في انه بس هو بيكون حابب الحاجه دي، وهي بالتالي برضه بيكون حابب الحاجه دي. التقدير ده مهم، تقدير حاجه مهمه صراحه، انك انت تقدر تعب الزول، مجهوده، الحاجه اللي هو بيعملها عشان نفسه وعشانك، عشان الفاميلي. بالضبط، هذه محتاجه تقدير، محتاجه تقدير. يعني انا بتذكر اليوم المرهق ده، انا اصلا كنت زي ما قلت ما واعيه لحد اخر اليوم. الديان ده بدي مهند جاري وش كله حب وعيونه كلها حب، وانا ما لقيت فيشنو، كان بس المدور في مخي اني يا اخي انا حقيقي شاكر لك على انك بتعملي الحياه دي كل اسبوع، وما حصل يوم شكيتي، ما حصل يوم جيت كلامتي معي. فكان عندي احساس بانه انا مستعد اعمل الحياه ثاني لست سنين ثانيه قدام، لمية سنه ثانيه قدام، ما عندي مشكله. just because لانه لوهله حسيت بانه يا اخي في لحظة انه انا عييت، يعني الاحساس بتاعت عييتي ليه انت مرضت ليه؟ لا يعني الاحساس بانه يا اخي ثانك يو انه انت بتبذلي الحياة وبتعملي الحياة دي عشانها. فالاحساس ده كان جميل جدا، يمكن واحدة من الحياة اللي خلتني انا تو ريكفر اصلا بسرعة. بشكل عام فكرة انك انت تقدر اللي حوالينك، يا زول بيجتهد، يا زول بيتعب، بالمقابل تعال قول له يا اخي شكرا، اقول له يا اخي والله يا اخي انا مقدر الحياه اللي انت بتعملها، وكون واثق وحاسس بالتقدير ده، ما يكون كلام على الفاضي ساي. يس. الحاجه الثانيه ان احنا عايزين نتناقش فيها في الفيديو ده اللي هي اسمها شنو؟ الاهتمام. الاهتمام. قبل يومين مهند، قبل يومين، قبل اسبوع، قبل 10 يوم، المهم انا طبعا ما بحسبش، قبل فتره كان انا ومهند مشغولين شديد. مهند كان لمده اسبوع حرفيا بيطلع 7 صباحا او 8 صباحا بيجي راجع، لو جا بدري بيجي 10 بالليل، ممكن بعد ذاك يجي لحد 12 بالليل. وواحده برضو من الحياه اللي مسببه لك الضغوط اللي هو الكهرباء، احس كمان ما شاء الله النت بقى بيقطع، فضغوطات ضغوطات ضغوطات، وانا نفس الشيء شغاله، فبطلع الصباح براجع راجعين المساء. وانا في نفس الايام اللي كان هو زي يقولوا مضغوط فيها، انا برضو كان عندي حاجه بجهز فيها في شغلي، فبرضو كنت مضغوطه، فبنطلع الصباح حتى فطور ما بنفطر مع بعض. وسام تايم يجي راجع، يا اما بيلقاني نايمه، يا اما بيجي بيلقاني خلاص على وشك انه انا نوم، فما في طريقه انه حتى اقول له تصبح على خير. بعد فتره اللي حصل انه اشتبكنا، بسبب شنو اشتبكنا؟ بسبب انه البيت بقى مهمل، ما نفسي اوريهم زراعتنا لحد ما نقويمه، لحد ما نقويمه، لا ما تعمل يعني عاش المهم. اكبر دليل، اكبر دليل على انه الموضوع كان زي شديد صح. وكمان الايام اللي فاتت دي كان في غبار، لانه ده الفتره بتاعت الفواصل، فمهما تنظف ليترلي انت ممكن تنظف الصباح العصر بيجي غبار، يعني بقول للحاجه اللي انت عملتها ولا كان يعني زي كانك يا زيد ما غزيت. اوريدي احنا مشغولين، يعني حتى لو نظفتها مثلا بقوم بنظف مثلا الحتات الاساسيه، بقوم بخلي مثلا باقي الحتات الثانيه المقفله انا ما قاعدين نقعد فيها كتير، لانه اصلا احنا حرفيا بيكون من الباب للسرير، من السرير للباب حرفيا. بقى الحياه مضغوطه وما قاعدين نلاقي بعض كثير، او ما قاعدين تو كوميونيكيت ان ا جود واي، فانفجرنا في بعض وشكلنا. بعد ذاك حصل شنو؟ السيستم كان ما كده تمام. السيستم كان انه بنلقى دائما فرصه خلال الاسبوع، متفقين على عدد ساعات معينه على سيستم معين احنا بنقعد فيه وبنتكلم فيه وبنناقش، بنشوف حياتنا ماشيه ازاي، بنتناقش، بيكون في مساحه بتاع مشاركه كده. وبنفس الوقت بيكون عندنا مساحه انه نحن نعمل حاجات عندها علاقه بالديوتيز بتاعتنا بتاعت البيت. كان في ضغط مبالغ فيه من جهتي انا بالنسبه للشغل، فكنت مضغوط جدا في شغلي تمام. انا مفروض اسلم حاجات كثيره، مفروض اسلمه ديدلاينز كثيره، ديدلاينز كثيره ورا بعض، خلينا من جوه الكهرباء بتاع ما لي السودان كله عايش معانا تمام. في يوم من الايام صحيت
بعين حواليني شايف كركم، شايف بيت جاي، فانا حامل شنو انفجرت. بقيت جايت في انه يا اخي انت ليه ما مهتمه بالبيت، بالبيت انت ليه ما قاعد تعملي الحاجات اللي انت المفروض تعمليها، انت ليه ما قاعد تسوي الحاجات المطلوبه منك. محتاج اني اقنع القى بيئه حواليني تساعدني في ان انا اقدر اشتغل، انا ممكن القاها من الشغل وهي القاها البيت جايز. بالضبط. في اللحظه ذيك ما كان ده مهند، ما كنت انا لسبب معين، لانه دي ما اسلوب اللي احنا كنا بنتعامل به اصلا، دي ما الطريقه المهند بيتكلم بيها، او دي ما الطريقه الاصلا مهند الاتيتيود بتاعه، او ده الحاجه اللي احنا بنتعامل بيها. مهند النوع اللي لو في حاجه ما مظبوطه قوم يا رحنا ظبطها، انا نفس الشيء، في حاجه ما 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 ظابطه ما عجبنا رحنا غيرها. فهو في اللحظه ديك كان بيتكلم على اساس الحاجه اللي انت في راسك مخزنه عن شكل الحياه الزوجيه، او فجاه ممكن نوعا ما استحضرت ماي فاميلي تمام في اللحظه ديك. امي كانت الاساس بتاع الاهتمام بتاع البيت، فهي بتحاول تقول لي ابوي او بتحاول تقول لي الفاميلي بتاعتنا كلها انا مهتمه بكم، انا بعمل اهتمامي بالبيت. بالضبط، من خلال اهتمامي بالبيت، من خلال اهتمامي بحياه ثانيه، فانا بظبط لك بيئه مريحه. ودي حاجه كويسه بالمناسبه، اتس فيري نايس، حاجه ممتازه جدا يعني. yes. خلاص فكل زوج بيظهر الاهتمام بتاعه بشكل، بابا بيظهر الاهتمام بانه بيشتغل اكثر، بيحاول يوفر لهم بيئه كويسه، بيفسحهم، المهم بيوفر لهم سبل عيش مناسبه. بعد الجوطه، بعد حصلت دي، انه رد فعل نهضه على الجوطه دي حيكون شكله عامل كيف؟ فهل في اللحظه دي حتقوم برضه هي تنفجر وتجوط؟ بقول لك انا وزاتي ما شغاله، وانا وزاتي الكهرباء قطع معي، وانا وزاتي الصدمه قطع لي. شايف انا كان ممكن اعمل ارد عليه بالطريقه دي، لكن لما جاء بيتكلم معاي انا كنت يعني هو شو وجسمه بيقول في حاجه وعيونه بتقول في حاجه ثانيه، يعني انا كنت قادر اقرا زي ما بيقولوا ما بين السطور، مش اقول لك القراءه تقرا ما بين السطور، انا كنت قادر اقرا في طيات زعلته دي، في شنو في طيات زعلته كان انه انا عايز اهتمام. This one literally يعني اللحظه بتاع انه انت اكشلي مش ما فارق معاك بشكل البيت بالضبط، لكن لو كان عملت يعني لو كان البيئه اللي حواليني هي ساعدت في انها هي تظبطها، كنت احس انها هي مهتمه جدا في انها هي توفر لي بيئه مريحه بالنسبه لي. لكن انت كمان برضو عارف انه انا برضو شغاله زيك، بالضبط بالضبط، مشغوله زيك، لانه يعني انا بطبيعه الحال انه باخذ زمن على ما تفوكس واقعد اعمل اناليسيس، انت ما كنت تركيزك في الشغل، اي بعمل اناليسيس للحياه اللي حواليني، بعد كده اقوم اقرر على اساس انه حاعمل شنو. فاول ما حصلت الجوطه دي ولقيت انها هي بتتكلم معي في انه يا اخي ام سوري، خلاص انه يا اخي انا اسفه، بس قدر انه انا برضو كنت برضو مشغوله وكده، التون الالتيتيود اللي هي كانت مستخدماه حصل لي بالعكس كده، يعني بتتكلم معاه انه مخدت اوكي الموضوع ما خطير، انا عارفه انه فعلا البيت شكله جايز، انا عارفه انه احنا مضغوطين. هو كان متضايق انه ليه احنا مضغوطين، انه ليه احنا عايشين، احنا فجاه كنا عايشين في امان وسلام، ليه فجاه احنا في زول عصر علينا كده؟ انت كنت متضايق من العصره وفي نفس الوقت ما كنت عارف انه تطلع من وين. فانا لو كان جط فيك انا كنت حرفيا زي الزول اللي بيولع زينات في بنزين، الموضوع ما كان ما يعني ما حستفيد حاجه. ما انا قادر افهم انه انت ما بتلومني بقدر ما انه انت جايط فعايز زول يعني يمسك الجوطه دي من راسك ويقوم يخطها لك واحد اثنين ثلاثه اربعه، لانه انت حاسس حاليا تركيزك في الشغل، وفجاه عينت كده لقيت الدنيا جايطه بجنبك، يعني اتلفت كده بس اخذت لمحه وانت ما شايف الحاجه بالفول سين بتاعك قدر المدي والشغل. فبالنسبه لك دي حاجه غلط حاصله، ما كنت قادر تشوفها، يعني انت مثلا ما كنت قادر تشوف انه الكهرباء قاعد تقطع، دي واحده من الحاجات الاساسيه بتخليك تطلع من الصباح وتجي راجع،
لانه البيت ما مهيئ انت قاعد تشتغل فيه، انا برضو بطلع لانه برضو شغلي ما قادر اقضيه في البيت، فما بقدر اعدي ساعات كبيره، ما مركز انه مثلا الفتره دي من الموسم في المواسم موضوع الغبار ده شيء طبيعي، والبيت مهما نظفته ما في امل فيه. ما كنت برضو ما خدت بالك انه عندنا مشكله بتاعت مويه، حتى مرات بنجي داخلين اخر الليل وبنعاني عشان، فدي كلها حته ما كنت شايفها، لكن ما كنت قادر تشوفها في اللحظه دي، في لحظه الزعله دي او في لحظه ال عايزين نوصل له عشان ما نطول ونحكي في قصه طويله. بعد ما حصلت الجوطه دي قعدنا اتكلمنا. I ask one question، انه لما تكون جايط وتكون حاسس انك انت بغض النظر جايط ولا لا، لكن انت في لحظه في احساس بتاع انه يا اخي I need more attention. أو أنا عايز زول يهتم بي زيادة. تمام. أو عايز تعمل لي حاجات معينة. الاهتمام ما بتطلبش. ما بتطلبش قلت لك الله بتطلب طلبت ما عارفة بس. فالقصة بتبقى هنا في إنه هل من الطبيعي إنه أنا أجي أقول I need more attention؟ ركزوا معي أكثر. أنا عايز اهتمام. شكل اهتمام كده. أنا عايز شكل اهتمام معين. تمام. هل الحاجة دي غلط انه يعطي يقول لي زول يا اخي انا عايز اهتمام؟ انتوا رايكم شنو؟ لا قبل ما نسمع رايكم انا عايز نقرا رايكم في الكومنت. القصه اللي كنت عايز احكيها حكيت لك المره فاتت بتاعت عايز تحكي القصه بتاعت شنو؟ شحات مشاعر. شحات مشاعر ده فيديو يس. اديني بعدين اللينك اخذته لهم تحت في صندوق الوصف. عزوني ما خلاص اوكي حنحط لهم في صندوق الوصف. فيديو اسمه شحد مشاعر اوكي تمام او عواطف تقريبا حاجه زي دي انا ما متاكد من اللينك حطيت لكم اللينك تحت اللينك. فهو بيتكلم فيها عن انك انت في تربيتك بشكل طبيعي لما تكون صغير مولود يا دوب what you looking for is attention. الحاجه اللي انت بتفتش عنها هي الاتنشن يعني. فبتطلبه من ابوك بتطلبه من امك اللي هم اقرب ناس لك بالضبط لك الحاجه الفلانيه يحضنوك يبوسوك يدلعوك يلعبوا معاك whatever ده وانت طفل. اذا حصل رد فعل من الاب ولا من الام في انه هم مدوك الحاجه دي فهم اوتوماتيكلي بيبدوا يحولوك لزول شحات بتاع مشاعر لانك انت what you looking for اللي هو الاتنشن الاهتمام. فاللي بيحصل انك انت لما ما تلقى الحاجه دي بعد فتره تكبر على الحاجه دي وانت فعليا انت بتخلق في فجوه في مشاعر معينه عشان تيجي تقول لي ناس بيتكم يا اخي اهتموا بي وعملوا لي وسووا لي وبتاع. فلما ما تلقى اوتوماتيكلي يو لوكينج فور ذس اوتسايد اوف فاميلي خلاص. وتبدا تفكر فيهم مع الاصحاب تبدا تفكر فيهم مع الجيران تبدا تفكر فيهم مع الشارع وات ايفر وات ايفر وات ايفر وممكن ليد يو تو ا رونج سايد. فالانسان بيبدا يتحول لشحات بتاع مشاعر في حين انه كان ممكن ببساطه يقول انا عايز كده انا عايز لو يتربى بطريقه صح انه انا خايف او مثلا انا ما كويس انا حاسس كده فاحضنوني لو اهله ربوه على الحاجه الكويسه. اعتقد كلنا ما تربينا على الحاجه دي او جزء كبير مننا ما تربى على الحاجه دي. هي, هي هي انك انت في واحده من الاشياء السيئه اللي حصلت في للاسف شديد في عدد كثير من الفاميليز. انا ما بقول نحن في السودان بس around the world خلاص. الفكره بتاعت انه يا اخي انت ما بتقدر تعبر عن الحاجه اللي انت عايزها دايركتلي. انا عايز 1 2 3 4 خلاص. انا عايز الحاجه الفلانيه اعملوها لي. المبرر ما في له داعي. انا عايز الحاجه الفلانيه تمام. انا عايز حاليا اتنشن اهتمام. كان هيك بيبقى هنا المرحله بتاعت السبورت انك تدعم الزول في الحياه اللي هو عايزها. ما كل حاجه بتتعمل ما كل حاجه الزول بيطلبها بيتحقق له لكن مجرد انك انت الزول يقول لك الحاجه وانت تبدا تناقش معاه فيها اذا كان صح ولا غلط في النهايه تتفقوا على الحاجه وتوضح له اذا كانت غلط واذا كانت صح اكيد تدعمه فيها بتدي نوع من الثقه في النفس نفسه. تمام. تدي نوع تعزز ثقته في نفسه في نفسه تمام في مشاعره في احساسه تمام بتقوي في احتياجاته بالضبط بتقويه خلاص. لكن كونك انك تتعامل معه على اساس انه يا اخي حاجه جوفاء كده ما محتاجه اي
اهتمام ما تحتاج اي مشاعر، الحاجه دي سيئه جدا يعني. ف what we will say في نهايه الفيديو ده انه appreciating women for the whole appreciating everyone not just women. Yeah, everyone. تمام، women ولا راجل، المرأة appreciate حتى لو عندك حيوان في البيت بجد appreciate لأنه وجوده زي انت والله العظيم ما تزعل ما تزعل زي انت عن نفتي بتاعتنا مشكلة appreciate أي حاجة في حياتك وما تاخذوا الحاجات كمسلمات كايم كمسلمات ما تاخذوا الحاجات في الحياة اللي بتحصل لكم كمسلمات. اهتمام زوجتك بيك ما حاجة مسلمة، حب واهتمام زوجك بيك برضو ما حاجة مسلمة، نفس الشيء أولادك ما حاجة مسلمة. you should always تفهمي منه يا أخي أنا I appreciate الحاجة دي وأنا مقدرة وأنا حقيقي سعيد بأنه أنت يا أخي you're giving me this feelings and الحاجة دي أنا يعني بعزها شديد. ده واحد بالنسبة لل appreciation sorry ده نمرة واحد بالنسبة لل appreciation. نمرة اثنين بالنسبة لل attention اطلبوه. Yeah yeah ask for it. Yeah. إذا محتاج اهتمام قولها بالواضح. قولها بالواضح ما في أنا عايز اهتمام. تمام وكمان لما تكون عارف إنه على الاهتمام اللي أنت عايزه بالضبط شنو شكله كيف وشكله كيف قوله بتفاصيله يعني يس. تمام حتريح نفسك حتريح الطرف الثاني حتريح الطرف الثاني وكمان حتكسر الأسوأ حاجة في الحياة ستيريوتايب حصلت في الحياة توقعات فين انت بتتوقع ان الزول اللي قدامك فاهم انت خلاص ما انا يا اخي ما انا متزوجين لنا 20 سنه فانت فاهمني زين حس 9 شهور تعرف تحفظ انا ما 10 شهور انت من 10 كنت من 10 10 ده شهر 7 ما جاء شهر 10 شهور 10 شهور ما شاء الله ما شاء الله المهم يا جماعة أفتكر إن إحنا وريناهم كثير وتونسنا معاهم كثير شديد. ما يعني أنتوا رأيكم شنو في الحياة اللي إحنا قلناها دي صح غلط؟ أنتوا رأيكم شنو في الحياة؟ ده الحال اللي حصلت بيناتنا ونقاش حبينا بس نعكسه أنتوا رأيكم شنو على مستوى الأخوان على مستوى الأزواج على مستوى الفاميليز؟ أنتوا الناس معرسين هسه لكم قريب ولا معرسين لكم 30 سنة؟ الحياة دي بتعاملوا معاها كيف اليوم؟ موضوع الاتنشن، موضوع التقدير، الاهتمام، يعني بتعاملوا الحياة دي كيف؟ موضوع الاهتمام، موضوع التقدير. اعتقد انه كفانا صح؟ اي ثانك يو شكرا شديد لانكم وصلتوا الحتة دي في الفيديو. صراحة لو انتم وصلتوا الحتة دي في الفيديو ف يعني بوسات كثيرة لكم وكامل التقدير والاحترام لكل الناس اللي بتتابعنا في القناة الحلوة دي ولكل الناس اللي بتعمل لايك ولكل الناس اللي بتشير فيديوهاتنا. حقيقي حقيقي يعني انا مبسوطه شديد احنا فوتنا على فكره 30,000 متابع. ف يعني نحن انا شايفه ان احنا بنكبر اول حاجه بسرعه جنونيه غير انها سرعه جنونيه. انا مبسوطه يعني الناس حابه الحاجه اللي انا بعملها حابه الحاجه اللي احنا بنعملها. فالحمد لله الحمد لله دي نعمه من ربنا. وانا حقيقي مقدره اي واحد فيكم يشترك في القناه، اي واحد فيكم بيدوس لايك، اي واحد بيعلق لي تحت. سمتايمز ما بكون قادره ارد عليكم كلكم على التعليقات لكن بحاول يقين بقراها كلها يعني انا كلها بقراها. ما حصل في فيديو ما قريت فيه كل الكومنتات. فشكرا لكم ولحد ما نلاقيكم في فيديو جديد ونسه جديده مع مهند او براي انا او مع اي زول ثاني. ابقوا طيبين ان شاء الله. سلام باي.